خلال افتتاح الدور 21 للجنة العامة لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالرباط في إطار الدورة 14 لمؤتمر الاتحاد، أكد رئيس مجلس المستشارين سيد حكيم بن شماش ضرورة تجديد وتطوير الآلية الدبلوماسية للبلدان الإسلامية من أجل توفير أحسن الشروط لبروز تكتل إسلامي مندمج. المؤتمر الذي يستضيفه البرلمان المغربي والذي ينعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك يبحث جملة من القضايا وجملة من التحديات المتعلقة بالعالم الإسلامي، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، هناك في مقدمة هذه القضايا التهديدات المتربصة بالقضية الفلسطينية ولا سيما ما يرتبط بالقدس. في ارتباط مع ذلك هناك كذلك تحديات المرتبطة بالوضع الصعب الذي تعيشه عدد من المناطق في العالمين الإسلامي، سواء منها تلك المتعلقة بالتهديدات الأمنية والإرهابية، ولكن أيضا يعني ما نشاء عن هذا الإرهاب الأسود. هذا الاجتماع تميز بتقديم الأمين العام للاتحاد السيد محمد قريشي نياس لتقرير الأمانة العامة للفترة ما بين الدورتين 20 و21، والذي يتضمن الوثائق الختامية لاجتماعات اللجنة العامة وكذا الوثائق المالية، كما يتضمن جدول أعمال الدورة 21 للجنة العامة لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على الخصوص انتخاب نائبي الرئيس من المجموعتين الإفريقية والأسيوية.